اللهم مؤيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بنصرك، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم ارفع قدرهم واعلي شأنهم واعظم أجورهم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج عن إخواننا المسجونين. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم اغفر ذنوبهم وحصن فروجهم وطهر قلوبهم، اللهم ارفع قدرهم وأعلي شأنهم وأعظم أجورهم وأنبل ذكرهم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بفرجهم، اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بالفرج العاجل، اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بفرجهم، اللهم ارحمنا وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.